بس سمعت بتحكي انه شو رايكم انه بياكل جهاز تماس كهربائي؟ سهل. شو رايكم انه الجيش بجوز يحكي انه تماس كهربائي؟ ما بطيق الاعلام. يعطيك العافيه. اولا ننفي خبر ان الحادث قد حدث نتيجه تماس كهربائي، حيث حضر الدفاع المدني الفلسطيني صباحا وعاين الحدث واكد ان الحريق لم يتم عن طريق تماس كهربائي وانما بفعل فاعل. اود ان اضيف واذكر ان الدلائل التي تشير الى تورط المستوطنين هو قيام بعمليه تجميع المصاحف على شكل نصف دائري ووضع المصاحف في منتصف في المنتصف، وبدا الحريق من الجهه الجنوب الشماليه الغربيه للمسجد ثم اتجه الحريق الى الجهه الجنوبيه الغربيه. كما اود ان اذكر ان هناك دلائل ان القريه عرضه ومستهدفه من قبل قطعان المستوطنين لعدة أحداث حدثت في القريب وفي الفترة السابقة. أولى تلك الأحداث أن تم قتل شخصين مسنين كبيرين أثناء توجههما لقطف ثمار الزيتون، وكان الدلائل تشير وثبت أن ابن مئير كهان هو الذي قام بقتلهما انتقاما وثأرا لمقتل والديه في نيويورك. الأمر الثاني أن محاصيل زراعية في القرية قد تم حرقها وتمت مطاردتهم أمام شاشات التلفاز في شبكة الجزيرة بثتها والأهالي وهم يركضون خلف المستوطنين ليقوم بإخماد الحريق وفي محصول القمح. كذلك تم اقتلاع أشجار زيتون. تم أيضا الاعتداء على عين الخان المسمى بعين الخان، حيث أن المستوطنين يقومون بالاستحمام بتلك العين. ثم أيضا المعصرة، تم حلق معصرة للزيتون على الشارع الرئيسي. ايضا قاموا بتدمير الجيش، ايضا اود ان اذكر ان الجيش قام دم تدمير شبكه مياه وكلفت القريه 70,000 شيكل فاتوره مياه زائده. قطعوا الخط الرئيسي وكان منع التجول لمده 36 ساعه والمياه تتدفق. ايضا نرى المستوطنين شبه يومي يترددون يمرون من القريه في سياراتهم واحيانا مشاة، ايضا يتجولون في حقول الزيتون يعني غربي القريه. انا اؤكد لان جميع الدلائل السابقة تؤكد أن المستوطنين يستهدفون قريتنا في تدميرها، وقد يهدفون من وراء ذلك إلى إثارة الرعب. نعم. وأنا أقول أننا لن تخيفنا اعتداءات المستوطنون. نعم. على الإطلاق. شكرا. حضرتك كعضو مجلس بلدية؟ أنا لا، رئيس لجنة الإعمار في القرية وناطق إعلام باسم القرية. ويشعل النيران في كتاب الله وفي مسجد. ثانيا، قريتنا لم تقم خلافات تؤدي إلى حرق مساجد، هذا كلام ملفق من قبل بعض الاسرائيليين لازم نفي التهمه عن قطعان المستوطنين. من الذي يثبت؟ من الذي يثبت؟ لمقدوركم ان تراجعوا الكاميرات الموجوده على طرف مستوطنه معاليل ابو ناه وتعيدوا الشريط ما دام ان هناك كاميرات تراقب الحركه الدائمه في القريه. الا يحق لنا ايضا ان نوجه اصابع الاتهام نتيجه شواهد سابقه لاعتداء المستوطنين على القريه؟ والله هذه قضيه لا استطيع ان اقدر الامور قبل حدوثها ولا استطيع ان اتوقع اشياء لم ياتي وقتها، فاذا انا توقعت الاحداث قبل ان تصل اكون لست واقعيا، فلذا انا لا استطيع ان اجيب على سؤالك. لا يعلم الغيب الا رب الغيب. في هذه اللحظه تناهلي اسماعي ان المستوطنين يحرقون بعض الاحراس في حواره ويعتدون على بعض المنازل. ماذا عمل التصعيد من قبل المستوطنين؟ حمله تصعيديه واعلن عليها عنها امس انهم سيقومون بحمله تصعيديه في الضفه الغربيه نتيجه مقاطعه منتجات المستوطنات الاسرائيليه، ان هناك المستوطنون يقومون بهذه الاعمال من اجل خلق حرب دينيه، يخربطون الاوراق في المنطقه من اجل احباط المشروع الفلسطيني وخلق الاوراق، وايضا وهذا مما يؤدي الى ازعاج الاسرائيليين والفلسطينيين معا.